السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم حبايبي طلاب الصف التاسع اليوم بدنا ناخذ الدرس الثاني جمع الاعداد الحقيقيه وطرحها درس كثير سهل وكثير بسيط يلا خذوا نفس اهدؤوا استرخوا خلينا ناخذ مراجعه لا إيه؟ للدرس الاول شو كان اسم الدرس الاول يا حبايبي كان اسمه الاعداد الحقيقية صح وقلنا الأعداد الحقيقية كيف بنمثلها ح تمام وقلنا في عندي مجموعات غير زي شو مثلا زي مجموعة الأعداد الطبيعية شو مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي قلنا من صفر واحد اثنين وبتضلها ساحبة لوين لما لا نهاية وعندنا كمان مجموعة شو سميناها صاد اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة اللي هي قلنا من سالب ما لا نهاية وبتضل ساحبة إلى الصفر وبعدين بتضل ساحبة لوين للما طبعا ممنوع يكون كسور لا في الطبيعي ولا في صاد. طيب إذا قلنا على صورة بسط ومقام إيش نقدر نكتب على صورة بسط ومقام شو بأسمي نون اللي هي أي إشي في الدنيا بقدر أكتبه على صورة بسط ومقام طيب وحكينا كمان في مجموعة ثالثة أخذناها صف ثامن اللي هي نون فتحة اللي هي غير النسبية نون فاتحه هي الأعداد غير النسبية إيش بقدرش اكتبه على صورة ألف وباء ألف على باء زي شو مثلا يا حبايبي إيش بقدرش اكتبه على صورة ألف وباء زي الجذور غير الكاملة المكعبات غير الكاملة زي جذر التنين مثلا أي إشي مثلا بكون في سهم له مثلا صفر فاصلة خمسة اتنين بكون في سهم هاي أعداد غير نسبية غير هيك بكون نسبي تمام هاي هي إيه طيب لو جينا نرسمها برسمة واحد شاطر بده من اياه بالرسمة هيها هون المربع كلياته الكبير شايفينه هاد ممكن مستطيل الكبير بيكون اسمه ح الاعداد الحقيقية والبعديها عندك قسم للاعداد الغير نسبية هاي شايفينه قسم الاعداد غير نسبية نون فتحة هون كله الاعداد غير النسبية هون والاعداد النسبية يا حبايبي هاي الأعداد النسبية بتكون هون هاي عدد نسبي من هون لهون واللي بعديها هي أبطال بدنا نحط إيه الأعداد الصحيحة بتكون مثلا زي مربع صغير بيكون هون جوا هاي عدد صحيح والأعداد الطبيعية زي دورية هون هاي الرسمة لازم تكون فاهمها وإشي سهل يعني واحد بيقول لي هل عدد ممكن يكون طبيعي وما يكونش صحيح بقول لك لا مستحيل اذا هو طبيعي بده يكون صحيح وبده يكون نسبي بده يكون ايه حقيقي فيش مجال اذا كان نسبي حبابي فهو غير نسبي على طول بكون غلط اذا كان غير نسبي فهو نسبي على طول غلط تمام مستحيل هذول الثنتين يجي مع بعض مستحيل هاي في شقه وهذيك في شقه تمام هانا جذور الاعداد غير حقيقيه جذر 2 جذر الثلاث أي إشي بسهم هون يا حبايبي العدد نسبيا إشي تاني وهيك بتكون أمورنا تمام فهمنا مجموعات الأعداد طيب وحكينا مثلا بدنا نقارن بين الأعداد الحقيقية وهذا أعطاني مثلا إشي زي هيك تمام هون سالب وهون سالب سالب اثنين على تسعة سالب أربعة على عشرة بعملهم بنفس الصورة بعديها شو بعمل بوحد مقامات شو بضرب هون في عشرة في عشرة وهون شو بضرب في تسعة في تسعة شو بتصير هون سالب عشرين على تسعين وهون شو بتصير سالب ستة وثلاثين على تسعين أنو يا حبايبي الأكبر بتقول لي سالب ستة وثلاثين بقول لك غلط على طول طب ليش إحنا هون يا حبايبي شو بنعمل بالسالب شو بنعمل بالسالب يعني كل ما بقيت السالب أكثر كل ما انت بقيت مديون كل ما بقى وضعك أسوأ دائما قيسها هيك سالب عشرين حبايبي أحسن من سالب ستة وثلاثين هون أكبر وصحك تخربط فيها تمام تمام طيب لو واحد قال لك هيك بدي جذر العشرين وبدي حبايبي اللي هي أربعة فاصلة أربعة هانو الأكبر طيب خلينا نقول هون خمسة فاصلة واحد شاطر بطل بيقول لي أكيد الخمسة فاصلة أربعة دون ما يحسب أكبر ليش؟ لأن لأ جذر العشرين يقع بين جذرين صح؟ اللي بين جذر الستاش وبين جذر مين؟ وبين جذر الخمسة وعشرين جذر الستاش قد بيعطيني أربعة وجذر العشرين بعرفش وجذر الخمسة وعشرين بيعطيني خمسة جذر العشرين يعني قيمته وين تقع بين أربعة وخمسة طب لمين أقرب العشرين؟ بتقول لي أقرب للستاش يعني تطلع أربعة وأربعة هيك تقريباً أنا الأكبر خمسة وأربعة ولا أربعة وأربعة خمسة وأربعة أكيد مستحيل يعني يطلع إيه للخمسة كمان هاي النقطة كثير مهمة حكيت في الدرس السابق وعخط الأعداد بنعرف نمثل أكيد لو أعطانا مثلا عددين ثلاثة عخط الأعداد بالطريقة هاي وقال لك هون صفر وهون واحد هون سالب واحد وهون اثنين وهون ثلاث هون سالب اثنين وهون سالب ثلاث وحكينا إن مثلا لو أنا بدي اثنين وثلاث هاي اثنين وثلاث هون صح اثنين وثلاث عشر هون طيب لو واحد حكى لك أنا بدي اه سالب سدس على سبيل المثال وين السالب سدس بدي يجي سالب سدس هون الصفر بنزل إيه سدس تقريبا ست المسافات هاي سالب سدس قسم المسافة لست مسافات أه لو واحد حكى لنا بدي مثلا سالب اثنين ونص وين سالب اثنين ونص هي سالب اثنين وهاي سالب اثنين ونص هيا تمام بهاي الطريقة هذا هو كان الدرس الأول باختصار سهل كثير يعني هاي الفكرة الأساسية الأعداد الحقيقية طيب اه ناخذ الحين نشاط 2 اه الأول في الدرس الثاني نشاط واحد مبنى نقابة المهندسين فرع الخليل يتوسطه مكعب مكعب هون يعلوه هرم زجاج هاي الهرم هاي زي ما انتو شايفين طول ضلع قاعدة أوجه ثلاثة أمتار قد طول الضلع القاعدة هاي القاعدة هون قد ثلاثة متر وطول الحافة الجانبية له الرقم الحلو هذا ثلاثة جذر الثلاثة على اثنين هاي الحافة الجانبية شايفينهم هذول شايفهم الحواف هذول كدي طولة هاي تلات جذر التلات على محيط الوجه الجانبي بده وجه جانبي شو الوجه على شكل شوي حبايبي الوجه على شكل مثلث صح هاي مثلث قديش القاعدة قلنا تلاتة متر قد الوجه الجانبي تلاتة جذر 3 على اثنين وهنا قد ايه جذر 3 على اثنين ليش خذ هذا المثلث شايفه هيو قد هاي الحافة زي الحافة هاي مستحيل كل حافة لحال تمام هرم رباعي منتظم ها هاي مع هاي ثلاثة جذر الثلاث ثلاثة جذر التلاتة التلات على اثنين وهاي ايه ثلاثة متر اذا المحيط بجمعهم مع بعض اللي هي تلات جمعناها حاطة هون بعدها ثلاث جذر التلاتة على اثنين وبعدها ثلاث جذر التلاتة على اثنين طيب ايش بدي اعمل هاي واحد مقامات كيف اذا وحد مقامات يعني بتطلع معك اشي حلو اضربهم في اتنين في اتنين هو مش على واحد اضربها في اتنين في اتنين بتصير ستة على اتنين زائد ثلاث جذر الثلاث على اثنين زائد ثلاث جذر الثلاث على اثنين يلا ستة بتصير هون معك طلع ستة زائد ثلاث جذر الثلاث زائد ثلاث جذر الثلاث كلها تعمين على اثنين هاي الرقم هذا العدد اللي بيمثل المحيط شو اسمه هذا حبايبي عدد بمثل محيط عدد حقي حقيقي, حقيقي. العداد الحقيقية نسبي ولا غير نسبي هل هذا العدد نسبي ولا غير نسبي في جذور يا حبايبي غير كاملة فبكون ايه غير نسبي لو أنا حاط على بسطه مقام بالطريقة هاي بس بكون غير نسبي لأي عدد دين حقيقي يعني. قال لك الف ناقص ب يساوي الف زائد ناقص ب شو يعني القاعدة الاولى طلعوا ما اسهلها تمام القاعدة الأولى كثير سهلة نطلع فيها لو قلت لك خذ عددين حقيقيين نأخذ مثال شو عدد حقيقي خذ مثلا اثنين مش عدد حقيقي اثنين تقولي طبيعي بقولك اي عدد طبيعي هو عدد حقيقي وخذ كمان ناقص اثنين اثنين ناقص اثنين صفر صح ليش شكلين راح من شكلين صار صفر طيب هل هي نفسها زي اثنين زائد ناقص اثنين بتقول لي اه صح شكلين زائد شكلين دين يعني شكلين الدين يعني هذول بدك تسدهم فبيطلع الامور صفر تمام كمان مثال جذر التلات ناقص جذر الثلاث شو يساوي صفر هي نفسها جذر الثلاث زائد الناقص جذر الثلاث بتقول لي اه صحيح مية بالمية وهي بتطلع ايه صفر بنفس الطريقة فهمنا يا حبايبي شو يعني القاعدة الأولى قاعدة كثير سهلة ما بدي تحفظ قواعد هاي بس تكون في بالك إنه هو نفس الإشي نشاط اثنين أكمل إيجاد جذر الخمسة وأربعين زائد ستة جذر الخمسة ناقص جذر العشرين ناقص إيه؟ جذر الخمسة وعشرين. طيب واحد بطل قال لي جذر الخمسة وأربعين شو يساوي حبايبي؟ خمسة ضرب مين؟ ضرب تسعة لم يذكرني صف تامن زائد ستة جذر الخمسة ناقص جذر العشرين هي جذر الأربعة ضرب خمسة ناقص جذر الخمسة وعشرين إللي هي خمسة. كيف عملت؟ كمان مرة حبايبي هاي قواعد للجذور إذا متذكرين الجذر بتوزع على مين على الضرب يعني جذر الخمسة واربعين طب أنا بعرف شو شي شي بضربه في نفسه بعطيني خمسة واربعين مباشرة بقول لك صح فاعمل إيه؟ بدي مربع كامل شو المربعات الكاملة؟ الأعداد المربعات كاملة يا أربعة يا تسعة يا ستاش يا خمسة وعشرين بدي واحد من الثلاثة هذول أربعة هذول يكون مضروب فيه حبايب الأربعة بضربها في تعطيني بتعطيني خمسة وأربعين لا بتزبطش معي باخذ التسعة تسعة ضرب شو بيعطيني خمسة وأربعين تسعة ضرب خمسة طيب الجذر وزع على التسعة بصير جذر التسعة ضرب إيه جذر الخمسة ليش الجذر يوزع على مين على الضرب بقدر أقسم الجذر شكتين أخذناه في الصف الثامن جذر التسعة شو بصير تلات ضرب مين جذر الخمسة فهي طلعت الأولى شوي حبايبي هاي ثلاث جذر الخمسة عرفنا من وين أجت طيب ستة جذر الخمسة من وين أجت ستة جذر الخمسة هاي هون نكمل ستة جذر الخمسة هاي هون نفس الاشي طيب جذر العشرين بتوقع إنه جذر العشرين تقدر أنت تعملها لحالك ليش هاي هاي حبايبي جذر العشرين شو يساوي هاي الجذر عددين أربعة بضربها في شو بعطيني عشرين تكون حافظ جدول الضرب مش حافظ جدول الضرب كارثة هاي أربعة ضرب إيه ضرب خمسة ويساوي جذر الأربعة ضرب إيه جذر الخمسة اذا جذر الأربعة اثنين ضرب جذر الخمسة اذا اثنين جذر الخمسة يوم بقول اثنين جذر الخمسة ملزقات في بعض يعني ضرب بينهم شو يعني ملزق يعني ضرب هاي هون جذر الخمسة عرفنا من اجت والأخيرة عندي خمسة جمعهم يا أبطال يا حلوين يلا تلات بلايز بغض النظر اقسم جذر الخمسة بلوزة سميها بلوزة تلات بلايز زائد ست بلايز ناقص بلوزتين تلات بلايز زائد ست بلايز تسع بلايز ناقص بلوزتين خمس بلايز خمس تيشيرتات فهي بتكون خمسة جذر مين الخمسة ناقص ايه خمسة طب ليش هذول بقدرش اجمعهم يا حبايبي لانهم هذول حدود جبرية ايه مختلفة هانا في عندي قوة وهانا في عندي قوة لا بقدر اجمع ولا اطرح بس بطرح اللي إيه بيشبه وبيشبهش نفسه، ليش هون قدرنا نجمعهم نطرحهم؟ في عندي جذر الخمسة، في عندي جذر الخمسة، في عندي جذر الخمسة عشان هيك قدرت أجمعهم، تمام؟ يعني هاي فكرة مهمة وراح تضل معنا إن شاء الله لآخر الوحدة، سهلة ما تخافوا، ناخذ اللي بعده، نشاط ثلاثة إيه ذهب علي بدر على دراجته الهوائية إلى بحر غزة بعد منزل اتنين كيلو ثم صار مسافة ثلثي متر إضافية قديش صار مسافة كمان ثلثين كيلو شان يعني ثلثين يعني اثنين على ثلاثة. لشراء الذرة ثم عاد إلى منزله من الطريق نفسه فإن المسافة التي قطعها علي في الذهاب قديش علي راح يا حبايبي اللي هو اثنين صح زائد مين زائد التلتين والمسافة اللي قطعها لي في العودة قد قط قطعها لي في العودة حبايبي من الطريق نفسه يوم ما رجع بده يكون رجع قد كمان اثنين زائد اثنين على ثلاث تمام طيب ليش ما نحط ثلاثة ثلثين لأنه قطع الثلثين بالأول ثلثين كيلومتر متر بعدها قطع اثنين شو راح يعطينا هذا الاشي طبعا هذا جمع كسر هاي اثنين زائد اثنين على ثلاث هنا واحد بضرب هنا في شو في ثلاث في ثلاث واحد المقامات فشو بتصير اثنين في ثلاث ستة على ثلاث زائد اثنين على ثلاث شو بيعطيني ستة زائد اثنين ثمانية على ايه على ثلاث بجمع بس الستة مع الاثنين الثلاث شو مالها بتضلها زي ما هي فبتعطيني هون ثمانية على ثلاث هون راح تعطينا ثمانية على ثلاث ليش شو بلاحظ ان عملية الجمع شو مالها وكما زالت وراح تضل تبدي تبديلية عملية الجمع شو مالها تبديلية. تبديلية كيف يعني يعني اثنين زائد اثنين زائد ثلاث يساوي ثلاثة زائد اثنين صح أكيد دائما كل خواص حبايب العمليات السابقة تنطبق على الأعداد الحقيقية شرط أربعة يوضح الجدول الآتي بعض خواص عملية الجمع على الأعداد الحقيقية فإذا كان ألف وباء وجيم أعداد حقيقية أكتب مثال عددي يوضح كل خاصية من الخواص المذكورة كثير سهل النشاط هذا شو يعني انغلاق يعني حبايبي شو يعني عملية منغلقة عمرك سمعت كلمة منغلقة طيب عمرك سمعت في مجتمع منغلق مجتمع منغلق ما بتقبل أي حدا ثاني من طرف ثاني صح يعني ما هو موضوعنا بس يعني شو عملية منغلقة عملية منغلقة يا أبطال يا حلوين يعني إذا أنا أسود وتجوزت واحدة سوداء شو منا نجيب واحد أسود صح؟ ممكن نجيب أبيض؟ لا إذا أنت أسود أسود وهي أسود سودة سوداء سوداء مستحيل يجيبوا أبيض ولا عمرها صارت تمام؟ بالطريقة هاي هان عدد حقيقي وهذا عدد حقيقي يوم ما بجمعهم مع بعض شو بده يطلع لي؟ بده يطلع لي عدد حقيقي صح؟ الأربعة عدد حقيقي والتلت عدد حقيقي يوم بجمعهم بعض بعطيني عدد حقيقي فهمنا شو يعني خاصية الإنغلاق؟ يعني حبايبي مستحيل إلا يطلع لك عدد حقيقي هيك المعنى الأسود يوم بيتجوز وحدة سوداء ما بيطلعوا إلا واحد إلا إيه واحد أسود البعدية تبديلي حكينا التبديل قبل شوي اثنين زائد تلات يساوي ثلاثة زائد اثنين حقك تجميعي شو يعني تجميعي حبايبي إذا جمعت ألف وباء الأول بعدين جمعت لهم جيم زي ما إنك تجمع باء وجيم بالأول بعدين تجمع لهم ألف كيف طلع معك واحد زائد اثنين زائد تلات شو يساوي واحد زائد اثنين زائد تلات شو يعني خاصية تجميعية هي تطلع معي أجمع هذولا بالأول وبعدين أجمع لهم ولا أجمع هذولا بالأول وبعدين أجمع لهم راح يعطيك نفس الإشي بقول لك وهاي هي الخاصية التجميع هي واحد زائد اثنين تلات زائد تلات يساوي واحد زائد اثنين زائد تلات خم خمسة هذا راح يعطيك ستة وهون راح يعطيك ستة إذا تجميع شو العنصر المحايد يا حبايبي اللي في عملية الجمع اللي هو الصفر صح؟ صفر زائد ألف يساوي ألف زائد صفر اللي هي تلاتة زائد صفر يساوي صفر زائد تلات ويساوي تلات نظير الجمع نظير الجمع اللي بعطيني شو الجواب صفر شو يا حبايبي اللي بعطيني الجواب صفر؟ تلاتة زائد الناقص تلات يساوي سالب تلات زائد تلات ويساوي أي صفر بضرب العدد في ايه في سالب هذا هو نظير الجمع شو نظير الجمع للأربعة سالب أربعة شو نظير الجمع للخمسة سالب خمسة شو نظير الجمع للستة سالب ستة وكذلك شو يعني نظير جمع إذا بجمعه بعطيني ايه صفر نشاط خمسة طلع مع بعض على نشاط خمسة أجد ناتج جذر العشرة جذر الستاش جذر زائد جذر الأربعين طيب تيجي واحد بحكي لي بأبسط صورة طيب جذر الستاش الكل بيعرف إنه قد أربعة مش مشكلتي مع جذر الستاش جذر الأربعين بدنا نبسطه كيف بدنا نبسط جذر الأربعين حبايبي اطلع باجي بقى اطلع شو المربعات الكاملة؟ هذا جذر تربيع بدي المربعات الكاملة، شو من المربعات الكاملة اللي هي أربعة؟ المربعات الكاملة حبايبي يعني إلها جذر كامل، يعني جذر الأربعة اتنين. جذر التسعة قد إيه ثلاثة، هيك دي تسعة، 16 وخمسة وعشرين، تكون حفظ لي إياهم هدول، تمام؟ بعدها بتحذر حزرية، شو الحزرية هاي؟ ما بدي إياك تعقد حالك، مثلا جذر الأربعين بدنا نبسطها، كيف بدها تبسطها؟ هاي بحط الجذر اشي يا حبايبي من هذول الأعداد بضربوا بعطيني اربعين، بكون حافظ جدول الضرب بتقول لي اربعة اربعة ضرب مين؟ اربعة ضرب عشرة ويساوي جذر الاربعة ضرب ايه؟ جذر العشرة، بوزع الجذر عليهم، ادي جذر الاربعة اتنين، جذر العشرة بضل جذر العشرة إملزقات يعني ضرب تمام، شو يعني يعني ضرب اتنين جذر العشرة اتنين ضرب جذر العشرة إملزقات في بعض فبتطلع هيك. يلا نجمع الحين اللي بعض اللي بيشبهوا بعض هاي وهاي بلوزة يا حبايبي زاد بلوزتين ثلاث بلايز ثلاثة جذر العشرة ناقص مين ناقص أربعة بهاي الطريقة ثلاثة جذر العشرة ناقص أربعة شايفين ما أسهله ما بدي تعقد حالك جذر الأربعين إن جذر الستين جذر البطيخة ما بهمني بدور على عدد بأشوفه وبيطلع معي لو واحد أعطاك مثلا بيتفلسف يتفلسف عليك جذر الخمسة وسبعين بيخوفني لا ليش بشوف عدد شو العدد يا حبايبي بضرب وبعطيني خمسة وسبعين بتقول لي خمسة وعشرين في ايه في تلات صح ولا لا بتقولي لي صحيح مية بالمية بوزع الجذر اللي هي جذر الخمسة وعشرين في جذر التلات ويساوي اللي هي خمسة في ايه في جذر التلات تمام بالطريقة هاي نطلع على نشاط ستة إيه أجد قيمة س يساوي س زائد جذر التنين يساوي جذر الخمسين طيب شو عكس الزائد أول شيء هون نكون متذكرين وهي نحط في النشاط يعني طيب شو عكس الزائد عكس الناقص ناقص جذر التنين بنقص جذر التنين هاي ما حاي شو مالها بتروح جذر الخمسين ناقص جذر التنين تمام كمان مرة عندي بعكس العملية أي معادلة خطية يا حبايبي شو عكس الزائد ناقص دائما نحط عكس الزائد ناقص هاي بتروح بنقصهم من هون طلعوا معي هاي جذر الخمسين ناقص جذر التنين هذا الحكي بيمشيش معي بدي ايش اعداد شو المربعات الكاملة اللي هي اربعة تكون حافظهم تسعة ستاش خمسة وعشرين حافظهم زي اسمك شو عدد يا حبايبي بضربه بعطيني خمسين فيهم بتقولي لي خمسة وعشرين في اتنين بقول لك صح خمسة وعشرين في اتنين ناقص جذر ايه جذر التنين اللي هي جذر الخمسة وعشرين ضرب جذر التنين ناقص جذر التنين جذر الخمسة وعشرين خمسة جذر التنين ناقص جذر التنين خمس بلايز حبايبي ناقص بلوزة كذي بتطلع أربع بلايز تمام صح ولا لا فبتطلع أربعة جذر اتنين شو يعني أربعة جذر اتنين يعني أربعة ضرب جذر اتنين بدك تكتبها هيك اكتبها بدك تكتبها هيك صح بدك تكتبها هيك صح صعب مش صعب شو بده بده تدريب يلا نروح على إيه على التمارين والمسائل أجد قيمة كل مما يأتي واكتبه بأبسط صورة نطلع السؤال الأول مع بعض نطلع على فرع ألف مع بعض واحد فاصلة تسعة واحد دوري طيب هاي يا أبطال إذا متذكرين الصف في الثامن بعمل لها طريقة شو بنعملها طريقة هاي مشان أحولها لصورة بسط ومقام طلع شو بعمل اللي هي بتصير واحد فاصلة تسعة واحد دوري شو بفرضها يا حبايبي بفرض الفاصلة يساوي سين تمام تمام لحد هون تمام اللي هي انا مشكلتي مع مين مع الواحد تسعة دوري كمان مره هاي اذا متذكرينها بذكركم فيها صف ثامن باخد الدوري شايفين الدوري هون اللي هي صفر فاصلة تسعة واحد دوري شو بسويها بسين؟ كم منزلة بعد الفاصلة بتحفظها هيك بضرب في مية فشو بتصير هون؟ تسعة واحد فاصلة تسعة واحد دوري يساوي مئة سين بنقص سين بنقص سين هاي مع الدوري بتروح بتحفظها هيك واحد وتسعين يساوي ايه؟ تسعة وتسعين سين ليش؟ مية ناقص واحد تسعة وتسعين. بقسم على تسعة وتسعين على تسعة وتسعين شو بتطلع واحد وتسعين على تسعة وتسعين يساوي إيه سي طيب شو هاي بيكون يا حبايبي هاي قيمتها هاي بتكون العدد هذا صار واحد وواحد وتسعين على تسعة وتسعين يلا اضرب ضرب وبعدها زائد واحد ضرب تسعة وتسعين تسعة وتسعين زائد واحد يعني شو بدنا نعمل لكم هيك جاية تسعة وتسعين زائد واحد وتسعين يا حبايبي اللي هي مية وتسعين مية وتسعين على تسعة وتسعين زائد شو صفر فاصلة اثنين بالعشرة تمام تمام يعني للأسف أنا بتأسف إن هذا هو الحل يعني صراحة مش فاهم ليش حطوها هاي في الكتاب صراحة وضع خاطئ جدا حطوا إشي زي هيك في الكتاب بس ما حابين يعلموكوا كيف نحول الدوري لا إيه لا كسر اتذكروا صف الثامن السنة الاولى اول درس بتتذكروا الاشي هاد طيب اللي هي 190 ما بنذكره بذكرك اياه ما في عندي مشكلة 190 على 99 زائد سالب 2 بالعشرة رح نتوقع الامور صارت سهلة عليكم 190 على 99 زائد الناقص يا حبايبي بصير يعني زي ناقص على 2 على 10 صح 1 مقامات 1 مقامات هون بضربها في 10 هون بضرب في 99 شو بتصير هون ألف وتسعمية على تسعة وتسعين تمام إذن ناقص يا حبايبي اللي هي مية وثمانية وتسعين على تسعمية وتسعين نقص هاي من هاي قد بتطلع معنا بتطلع معنا يا أبطال هاي اللي هي ألف وسبعمية واثنين على تسعمية وتسعين هل هاي أبسط صورة؟ لا أتوقع أن في أمور أبسط من هيك إيش هي الأمور الأبسط من هيك يعني يعني صراحة هيك بتكون الأمور هي جاية من 11، هذه كما بتقبل تقسمها 11 ولا على تسعة لا أتوقع هاي أبسط صورة ما في أبسط من هيك أتوقع صراحة الأولى يعني هيك فكرتها إيش بدنا نعمل ألف بعيننا الله بدكم تحفظوا الطريقة هاي نطلع حبايبي الحين على مين على باب سالب الجذر التكيبي لمية وخمسة وعشرين زائد احدى واحد بطل بيقول لي سالب الجذر التكيبي هون سالب شو ليش اللي بضرب نفسه ثلاث مرات بعطيني مية وخمسة وعشرين سالب ما خصه اللي هو خمسة صح زائد احدى انا مديون بخمسة شيكل أنا دين شو اسمه هذا دين وهذا معي مديون بخمسة شيكل يا حبايبي عشان عنده سالب وعطاني 11 شيكل سدينا الخمسة شو ضل معي ستة شيكل موجب شو طلع الجواب هون ستة نطلع على جيم جيم اللي هي جذر 12 زائد جذر الثلاث في جذر الستة وثلاثين يلا نعمل شو جذر الستة وثلاثين قبل ما أبلش ستة صح هاي جذر 12 زائد جذر الثلاث في ايه في ستة طيب واحد بطل بيقول لي أنا جذر 12 بقدر أعمله بمربع كامل لو بقدرش أعمل مربع كامل أبسط شو المربعات الكاملة نكون حافظينهم اللي هي أربعة تسعة <hesitation> ستة خمسة وعشرين صح؟ يلا شو عدد يا من جدول الضرب بعطيني 12 من منها اللي هي اربعة في قد في 3 صح؟ هي بتصير جذر في الأربعة في ثلاث زائد هون قد جذر الثلاث ضرب مين؟ ضرب ستة يلا وزع الجذر تبع الأربعة وجذر الثلاث، جذر الأربعة بتصير هون ضرب جذر الثلاث. بوزع الجذر على الضارب زائد جذر الثلاث كلها مضروب في إيه؟ في ستة كذلك جذر الأربعة يا أبطال اثنين ضرب جذر الثلاث اثنين جذر الثلاث زائد جذر الثلاث ضرب إيه ضرب ستة مديون بثلاثة شيكل آسف عندي شيكل بلوزتين وجمعت بلوزة بصير تلات بلايس وبصير ثلاثة جذر الثلاث ضرب مين ستة حبايبي ثلاثة جذر الثلاث يعني ثلاثة ضرب جذر الثلاث ضرب ستة ثلاثة ضرب ستة, تلاتة ضرب ستة 18 ضرب جذر الثلاث شو تسعملت ضربت الثلاثة في الستة بطلع لك نعم لأن ما في عليها جذر طب ليش هي ما ضربتهاش عليها جذر ما بقدر أضربها فهمنا يا حبايبي تمام آه هاي هاي جي بنطلع نحل إيه دالة الحين يلا دال جذر الثمانية وعشرين ناقص افتح قوس خمسة جذر السبعة زائد جذر الثلاثة وستين كدي جذر الثمانية وعشرين في هذا يقدر يبسطه بطل يلا مين الشاطر شو مربعات الكاملة حبايبي هذا مربع فايش بكون هاي اللي هو أربعة عندي وستاش طبعا تنسى تسعة ما تنسى وبعدها عنا يا حبايبي أربعة وتسعة وستة عشر وخمسة وعشرين في إشي منهم هذول بقدر أضربه بعطيني ثمانية وعشرين واحد شطور حافظ جدول الضرب بقول جذر الثمانية وعشرين يساوي أربعة ضرب مين ضرب سبعة هذا يكون حافظه ناقص هاي الناقص وعندي قاوسون خمسة جذر السبعة قد جذر ثلاثة وستين واحد كمان بطل قال لي إن جذر الثلاثة وستين هاي شايفينه هاد تسعة ضرب مين سبعة صح ولا لا قولي صح ويساوي جذر الأربعة يا حبايبي بتصير لحال ضرب جذر السبعة هون ناقص وحط القوس اصحك القوس تقيمة خمسة جذر السبعة زائد اللي هي جذر التسعة ضرب جذر السبعة فكينا ايه القوس جذر الأربعة يا أبطال يا حلوين قد ايه تنين طبعا جذر السبعة شو يعني ملزق يعني ضرب بدك تحطها بالضرب حطها بدك تحطها ملزق هيك حطها بدك ناقص خمسة جذر السبعة زي ما هي ما خاصة زائد جذر التسعة قد ايه يا أبطال شو عادي بضرب نفسه تسعة بعطيني ثلاث في جذر السبعة أتوقع الأمور الحين صارت سهلة عليكم إيه هيا هون صارت اثنين جذر السبعة ناقص خمسة جذر السبعة زائد ثلاثة جذر السبعة قد ايه أبطال يا حلوين خمسة زائد ثلاثة بطلع ثمانية جذر السبعة صح ولا لا طيب آخر وحدة يعني من هذول بيصير ثمانية جذر السبعة يلا أنا معي شيكلين وعلي دين ثمانية شيكل سدينا الشكلين قد ايه ضال دين سالب ستة جذر السبعة ليش عملنا هيك لأن جذر السبعة بتشبه جذر السبعة بقدر أجمعهم وأطرحهم زي ما بدك سالب ستة جذر السبعة بهاي الطريقة طيب تمام أذكر الخاصية المستخدمة سؤال اثنين كل سؤال اثنين شو الخاصية المستبدلة هون المستخدمة هون اللي هي زائد صفر شو يعني زائد صفر يا حبايبي اسمه العنصر المحا المحايد لعملية الجمع شو يعني عنصر محايد حبايبي محايد يعني ما بيأثر ما بيتدخل ما بيسوي اشي اي شي بجمع له صفر شو بصير زي ما هو باء سالب تلات زائد واحد وخمسين على سبعتاش عطتك صفر اي اشي حبابي باجمع وبعض في التاني بعطيني صفر شو باسميها النظير ايه الجمع. شو هي النظير الجمعي اي اشي بجمع مع الثاني بعطيني صفر شو باسميه نظير جمعي واخر اشي جيم ليه حبايبي باي زائد اربعة تنتمي الى ها ليش يا حبايبي باي تنتمي إلى ح صح؟ والأربعة تنتمي إلى ح مش عدد حقيقي هاي شو منقولها خاصية شو قلنا مجتمع شو مالها منغلق خاصية الإغ الإغلاق تمام؟ أو إيه؟ منغلقة العملية شو مالها؟ عملية الجمع مالها منغلقة بدك تحط عملية منغلقة حط خاصية الإغلاق عملية منغلقة نفس الاشياء أهم إشي إنك تعرف إن أسود مع سوداء بجيبوا أسود مش راح يجيبوا أبيض عدد حقيقي زائد عدد حقيقي مش راح يجيب عدد إلا عدد حقيقي تمام مش راح تاخذوا في المدرسة بعد الأعداد الحقيقية خلاص آخر مجموعة أعداد بتاخذوها إيه نشوف سؤال تلات أفكر حلو وضح بأمثلة عددية سؤال ثلاثة حلو كمان برجعنا نفكر مجموعة الأعداد غير النسبية حبايبي شو يعني عدد غير نسبية؟ مثلا جذور الغير كاملة مثلا زي جذر اثنين جذر تلات هيك معنا غير مغلقة شو يعني غير مغلقة؟ يعني الأسود يوم يتجوز أسود يطلع واحد أبيض يعني بدها تطلع من برا النسبة طبعا هذا الحكي صحيح هاتوا خلينا نشوف ألف خذوا مثال جذر اثنين ناقص جذر اثنين شو يساوي؟ جذر اثنين يا حبايبي عدد غير نسبي صح هذا غير نسبي ناقص عدد شو غير نسبي كمان جذر اثنين ناقص جذر اثنين شو راح يعطيني صفر طيب الصفر هذا عدد شو ماله عدد ايه طبيعي صح وده هو يعني عدد طبيعي يعني عدد صحيح يعني عدد نس نسبي فهذا يا حبايبي شو ماله غير نسبي زائد وناقص طبعا هو بده ايه بده عملية جمع طبعا يعني زائد الناقص هيك معناه تمام بغض النظر تمام ما فرق بس حط ناقص هون في القوس على ايه زائد الناقص طلعت هاي زي ما فهمنا صفر فطلعت غير نسبي بس بحط زائد ناقص هاي هون ناقص جذر اثنين تطلع معي بالطريقة هاي كمان مثال مجموعة الأعداد غير نسبية غير مغلقة على عملية الطرح نفس الاشي بنفس الطريقة هو جذر التلات ناقص جذر التلات شو بيعطيني صفر هنا غير نسبي وهنا غير نسبي وهنا شو العدد نس نسبي فغير مغلقة يعني جابت اشي من برا هيك معنى شو يعني غير مغلق يعني اللي عدد اللي طلع برا المجموعة الاصلية مجموعة العداد الحقيقية مغلقة على عملية الطرح أكيد مجموعة العدد الحقيقية مغلقة على عملية الطرح خذ أي عدد حقيقي هاي أربعة ناقص ثلاث شو بده يعطيني واحد حقق وتقولي آه عن جد المثال هذا بزبط آه ليش ما يزبط شو المشكلة غير مغلقة يعني أربعة عدد حقيقي وهذا عدد حقيقي والواحد أكيد ما هو عدد حقيقي كل الدنيا ما هي أعداد حقيقية أعداد التخيلية مش راح تاخذوها بالمدرسة سؤال أربعة نطلع مع بعض إيه تتأثر قوة الصوت سرعة الصوت سرعة الصوت تتأثر سرعة الصوت بدرجة حرارة الجو وتستخدم المعادلة هي معطيك معادلة حلوة هاي نجي سرعة الصوت متر بالثانية بالاعتماد على درجة الحرارة السلسلية هي والأبسط سلسيوسية أيوة أجد سرعة الصوت في الحالات الآتية وقارن بين السرعتين طيب في الأولى سبعة وثلاثين سلسيوس شو يعني شايفين لي هاي في المعادلة ببدلها بهاي بس كيف يعني طلع معي. بس ببدل ايه السين بالسين ما خص بشي تاني عين اللي هي السرعة يساوي الجذر ولا عشرين آسف عشرين ملزقة في جذر اثنين سبعة تلات زائد اي سين شايفينها سين الحلوة هاي ببدلها بشو ها معطيك بدلها بشو بسبعة وتلاتين بنقل المعادلة زي ما هي انقل يوم عين يساوي هاي عشرين جذر اثنين سبعة تلات زائد شو هاي سين نحط بدالها سبعة وثلاثين ويساوي هاي يساوي إلي عشرين جذر اجمع مع هاي مع هاي بيطلع سبعة زائد تلات عشرة تطلع هاي تلاتمية وعشرة عشرين في جذر مية وعشرة وخلاص جاهزة بدي بلزم شي تاني خلاص لا خلاص خليها هيك اعمل التاني آه اللي هي عين يساوي جذر اثنين سبعة تلات هاي المعادلة مش من عندي هاي هاي من فوق زائد س بدل الحين شو بدالها بدو شو سالب خمسين بدل محل سين ايه سالب خمسين ويساوي هاي عين يساوي الجذر اثنين سبعة تلات س يا حبايبي شو بحط بدالها هاي الزائد حط زي ما هي بحط بدل السين ايه سالب خمسين. إذا العين شو يساوي الجذر؟ أنا معي مئتين وثلاثة وسبعين شكل وراح منهم خمسين شكل يعني بدنا نقسم تنقي معنا. نقص مئتين وثلاثة وسبعين ناقص خمسين تطلع معي مئتين والثلاثة وعشرين. وهنا في عندي تنساشو حبايبي إن في هون عشرين وهون عشرين ما ننسى هون عشرين. أنا الأكبر عشرين في جذر ثلاثمية وعشرة ولا عشرين جذر ثلاثمية وثلاثة وعشرين أكيد يا حبايبي الجذر الأكبر بده يكون الأكبر فأكيد السرعة هون أكبر من السرعة هون بهاي الطريقة ليش؟ لأن جذر ثلاثمية وعشرة أكبر من جذر ميتين وثلاثة وعشرين سؤال خمسة نحل المعادلتين الآتيتين إشي حلو كثير يعني كثير بحب الإشي زي هيك أنا هذا راح يضل معنا إن شاء الله من هانت نتخرج من المدرسة طلعوا معي هون بعكس العملية يا حبايبي هاي معادلة معطيك إياها س ناقص جذر التمانية يساوي جذر اتنين شو عكس الناقص هاي بطلع بدي سين لحال شو الهدف إني أخلي س لحال شو معها معها جذر التمانية شو الإشارة اللي بينهم العملية ناقص شو بحط زائد جذر التمانية وشو ما بعمل على يمين المعادلة هاي اليمين هون بدي أعمل على اليسار إذا بقول زائد جذر التمانية هاي معها هاي راح تروح صح خلاص بتروح شو بتصفي هون س يساوي جذر اتنين زائد مين زائد جذر الثمانية ما بقدر اجمعهم طيب واحد بيقول لي طب بسط جذر التمانية بقول لك اه بتقدر تبسط جذر التمانية كيف ببسطها اللي هي جذر التمانية حبايبي قلنا المربعات كاملة اللي هي اربعة وتسعة وستاش وخمسة وعشرين شو اشي يا حبايبي من العدد هذول بضرب بعطيني تمانية؟ بتقول لي اربعة في اتنين بقول لك صح مية بالمية زائد جذر اربعة ضرب اتنين ويساوي هي سين هون يساوي جذر اتنين زائد جذر الاربعة جذر الاربعة؟ اللي هي 2. جذر الايه؟ اتنين صح؟ شو أنا بفصلها؟ بجذر اتنين كيف عملنا هون؟ فصلنا جذر الاربعة وجذر اتنين. جذر اربعة اثنين واثنين فإذا سين شو بتطلع حبايبي؟ بلوزة زائد بلوزتين ثلاثة جذر اثنين تمام؟ كيف عملنا هاي؟ هاي فاهمينها بتصير هون جذر الأربعة ضرب جذر اثنين وجذر الأربعة بتصير اثنين في جذر اثنين فاهمين؟ دي صارت هاي وهاي هي المعادلة ألف اطلع على المعادلة باء ما تخاف إذا ما فهمتها براجعك فيها أكثر من مرة بتمشي الأمور فيها بس هي كثير مهمة. طلع الحين على ايه على ب سالب واحد زائد سين يساوي اتنين س ناقص باي طلعوا هون هاي سالب واحد زائد س يساوي اتنين س ناقص باي سالب واحد يا حبايبي زائد سين يساوي 2 س ناقص باي كيف هاي بدي اعملها حبايبي بدي السين يكون على طرف واحد طيب انا في عندي سين هون وهنا طرف طيب شو عكس الزائد قلنا هون عكس الزائد ناقص طيب انا بدي السين لحال طيب السين هون على الطرفين بدي اعملها على طرف صح هون طرف معادله وهنا طرف معادله بدي اعملها على طرف شو عكس الزائد ناقص هاي ناقص سين ناقص سين هاي ما هاي بتروح شو ضل هون سالب واحد يساوي 2 ناقص واحد واحد اللي هي سين، بدك تحط واحد سين حط واحد سين، بدك تحط سين حط سين نفس الاشي لان الواحد ما بيأثر. ناقص باي صح؟ اللي هي هاي شو عكس الناقص؟ انا بدي سين لحال، عكس الناقص زائد شو هون باي هون زائد باي، فسين شو تساوي حبايبي هون؟ هاي هسين نزلت هاي ما بتروح تروح شو صفت؟ اللي هي سالب واحد زائد مين؟ زائد باي. بهاي الطريقة س يساوي سالب واحد زائد باي يعني بتمنى الأمور تكون يعني واضحة لكم هيك كان الدرس درس كثير سهل وكثير بسيط بس بده شوية تركيز ما تخاف ذا الأمور الساعة مش واضحة معك يعني ما تخاف شوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء